في الحقيقة هذا المجال نحبه من الصغر ونسي دائما نضيف فيه أشياء جديدة، وأنا فخور في الحق. عندي بعض الأعمال اللي تلقيت منهم بعض الدعم، من بينهم القصة اللي صارت لي مع فابيو لامبورغيني، وهو أني خدمت مجسم لسيارة لامبورغيني كونتاش ودارت ضجة في إيطاليا، مما وصلت لهذا من المسؤولين تاع لامبورغيني ومن عائلة تاع لامبورغيني. السلام عليكم، معكم سعيد محمد أمين، فنان جيفان قصير من مدينة بلدروما في ليمسان والجزائر. في الحقيقة البداية تاعي بدأت كأي طفل صغير واحد يكتشف روحه ويخدم أشياء بالكربون، قلت بلي عندي ميول لهذ الصوالح، حاولت نبحث فيها ونطور حتى وصلت لبعض الأشياء، مختلف بعض الأشياء التاريخية اللي عندها قيمة تاريخية وقيمة حتى في التصميم، عالم التصميم. الأسلوب اللي نخدم به هو الأسلوب كأي إنسان عصامي تقريبا، هي بديت بالأشياء اللي كانت عندي متاحة في الصغر، ما كانت أشياء بسيطة في الحق، الأدوات اللي تكون موجودة في أي منزل. تقريبا الأنواع اللي نخدمهم تاع المجسمات، أنا شخصيا نحب نوع، ما نبغيش نكون في زاوية ضيقة، نخدم بزاف، نسي نكون كما نقولوا ندير تنويع ما بين سفن، أسلحة، سيارات رياضية، سيارات شعبية، شاحنات. كانت عندي أعمال في الحقيقة داخل وخارج الوطن، من بينهم نسخة مصغرة تاع الفائز برالي باري داكار لسوناكوم ام 210، خدمته كان اكسبوزي اون فرونس في الميزي تاع لوفراك 6 أشهر، وكنت مصمم ملحمة الجزائر الكبرى بمناسبة 60 عام الاستقلال، صممت لهم 3 دبابات وشاحنة مدرعة من نوع هالف تراك. أنا فخور في الحق، عندي بعض الأعمال اللي تلقيت منهم بعض الدعم، من بينهم القصة اللي صارت لي مع فابيو لامبورغيني، وهو أني خدمت مجسم لسيارة لامبورغيني كونتاش ودارت ضجة في إيطاليا، مما وصلت لهذا من المسؤولين تاع لامبورغيني ومن عائلة تاع لامبورغيني. رسل لي تهنئة وشكر ميساج، في الحقيقة شرف كبير لي أن الإنسان يقدر بالأعمال الفنية.